هوية بريس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا القطع العلاقات ما بين المغرب والجزائر، يعني هذه آراء يعني ما عندهاش لا أساس منها. يعني نحن دولة إسلامية وإخوة، ويعني خصنا نكونوا متحد ببعضياتنا، وتطربتنا واحد العروبة وواحد الدم، يعني ما يكونش ما بين التفرقة ما بيناتنا وما بين الشعوب. يعني وحنا جار، يعني جيران، والله سبحانه وسع على الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم وسع على الجار، كاد يعني الرسول بقى يوسع على الجار كأنه كاد يورثه، بحكم يعني احنا المغاربة الحمد لله قلبنا كبير ومتسامحين، وتنحبوا جيراننا، وتنحبوا يعني ما عندناش، يعني عندنا واحد روح التسامح. وتنظن بأن حتى الشعب الجزائري يعني ما تيرفض داك القرارات ديال الحكومة ديالهم. يعني جميع الآراء ديال الشعب الجزائري كله يعني ضامن مع المغاربة، ولكن الحكومة ديالهم هي اللي دايرة هاد المسائل هكا. هذا القرار اللي داروه الجزائر، هما الضايعين. حنا كمغاربه ما عندناش خساره، لان حنا رزقنا عندنا، وملكنا الله يخليه لينا تيدير القرار وحنا تنتبعوه. هما هذا القرار العسكري اللي تيديروا لا علاقه لينا به، حنا مع الشعب اخوان، وحنا عار الجار على جارو، ولا علاقه لينا بالهيئه الدبلوماسيه ديالهم اللي اصلا كمغاربه ما تنستافدوا منها حتى حاجه. وعاش الوطن وعاش الملك. السلام عليكم. كمواطنه مغربيه وفاعله جمعويه، اتاسف على هذا القرار اللي خدته الدوله ديال الجزائر الشقيقه بحكم القانون العسكري بإنهاء العلاقة ما بين المغرب والجزائر، كونها الدولتين عربيتين جارتين إفريقيتين مسلمتين. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يتراجعوا على هذا القرار، وتفتح الأبواب ما بيناتنا، ونديروا يد في يد، ونجدوا القدام، ونعيشوا في أمن وسلام، والله ينصر سيدنا. معكم أيوب حازم، طالب في كلية الحقوق. فكما قلت تفاجئنا الباح يعني بالقا ديال اغلاق العلاقات ديال المغرب والجزائر. يعني اصلا هذا الخبر يعني جانا بحال الصاعقه، يعني تاسفنا على هذه الخطوه اللي قامت بها الجزائر. فاحنا انا كمواطن مغربي يعني كان كل الشعب المغربي واحد الحب واحد الموده، وحنا كتجمعنا مجموعه ديال الامور، يعني الدين اللغه، فما كاينش واحد الاختلاف بيناتنا، الحمد لله يعني كلنا خوت. فهاد الامور السياسيه اللي ادات علينا نقطعوا هاد العلاقات ونزيدوا ناججوا داك الخلاف بيناتنا، فتاسفنا بزاف. يعني رغم ان جلاله الملك في الخطاب الاخير ديالو يعني وضح مجموعه ديال الامور، ان الدوله المغرب يعني ما كتكنش العداء لدوله الجزائر. يعني حنا عندنا علاقات روابط يعني دينيه لغويه، يعني تل المحيط الجغرافي، يعني كنتشاركوا مجموعة ديال الأمور. يعني هادشي اللي جا في الخطاب الأخير ديال جلالة الملك يعني وضح مجموعة ديال الأمور في هاد القضية ديال الجزائر والمغرب. فتفاجئنا بهاد الخطوة اللي قامت بها الجزائر، وخاصة جات مع واحد تزامن مع واحد الأحداث اللي وقعت في نفس التاريخ. يعني عندهم واحد المبتغى من هاد القرار، كنتأسفوا بزاف. يعني انا كملاحظ يعني جلاله الملك يعني قام بالواجب ديالو في الاونه الاخيره، يعني عرض مجموعه ديال المساعدات على الجزائر فيما يخص الحرائق. يعني هادشي اللي كنا كنتسناو على ان المغرب غيوقف مع الجزائر، والجزائر توافق على هذا الطلب المساعده، يعني فبيتفاجئنا بالطلب الرفض. ففضلوا على ان الناس الساكنه ديال القبائل انها تموت بالحرائق على المساعدات المغربيه، وبحكم انهم طلبوا المساعدات من دول اوروبيه، وخلاو الجار ديالهم الشقيق ديالهم اللي غيساعدهم. فايضا هذه خطوه تاسفنا عليها. فالمغرب يعني كيكن واحد الحب واحد الموده للشعب المغربي، فالشعب الجزائري يعني كنبغيو نضحيو، كنبغيو نقدموا واحد المساعده للاخوان ديالنا. وللاسف يعني النظام العسكري هذه هو السيستم ديالو، هذا هو النظام ديالو، يعني رافض شي حاجه سميتها المغرب، رافض شي حاجه سميتها المساعدات المغربيه. ويعني كنحطوا واحد النموذج، يعني حنا انا كمتتبع لهذا الشان، فكنشوفوا الدول الاوروبيه مع الاختلاف ديالها، رغم ان كاين اختلافات عديده، ولكن فتح الحدود الهدف ديالهم كتشوف المصلحه ديال المواطن، المصلحه ديال الشعب. حنا كنا كنتسناو يعني كنقولوا غادي تحل المغرب العربي، يعني غادي يتجمعوا الدول العربيه المغرب العربي، ونرجعوا واحد العلاقات ما بين الشعوب، وتزدهر الشعوب ديالنا. ولكن للاسف يعني لقينا واحد يعني هذا الحلم ولا هذا الطموح اللي كنتمناو كاملين انه يتحقق، تحقق
تحطم بهذه الخطوات الاخيره. هوية بريس.